So, no. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني تدعونني لأكفر بالله وأشرك بي ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا
نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات. قالوا بلى. قالوا فادعوا. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما يتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى توفكون. كذلك يوفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم
فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قل إني نويت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا شيوخا. ومنكم من يتوفى من قبل ولعلكم تعقلون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإن ما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. في نقطتين إن شاء الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل مسلم. زكاة الفطر أيها الأخوة الكرام هذه من باب التذكير، الحمد لله كلكم تعرفون هذا، جزاكم الله خيرا، ولكن لنعرف بأنها واجبة على كل مسلم ومسلمة، وعلى وهي تلزم المؤمن حتى على أبنائه الذين لم يبلغوا الحلم، حتى من ولد في ذلك اليوم، حتى تستحب على الجنين وهو في بطن أمه من باب الاستحباب. أما إذا ولد الولد في الليلة والصباح العيد فهي تجب إخراج زكاة الفطر عليه. لا بد إن شاء الله نعرف هذه المسألة، جزاكم الله خيرا، فنبادر إن شاء الله في إخراج الزكاة. ووقتها من ليلة العيد إلى قبيل الخروج إلى صلاة العيد، نصلي إن شاء الله إلى صلاة العيد، فهذا وقتها، آخر وقتها هو قبيل صلاة العيد. حينما تقام الصلاة، صلاة العيد، فبعدها تكون صدقة من الصدقات العادية إن شاء الله سبحانه وتعالى، فنجتهد بإذن الله عز وجل في إخراجها قبل الوقت. والحكمة منها أيها الأخوة الكرام كما جاء في الحديث هو أنها طهرة للصائم من اللهو والرفث، عسى أن يكون الصائم قد تكلم كلاما أو ارتكب بعض المخالفات في حالة الصيام في رمضان، فالله سبحانه وتعالى يطهره بهذه الزكاة، فهي طهرة للصائم. وكذلك من حكمتها أنها استغناء للفقير في يوم العيد، كما جاء في أثر آخر: أغنوهم، أي أغنوا الفقراء، أغنوهم يوم العيد حتى يعم الفرح والسرور جميع فئات المجتمع المسلم. فلذلك إن شاء الله لا نبخل بها، جزاكم الله خيرا، ونجتهد فيها إن شاء الله عز وجل. وقدرها كما يعني حدده بعض المراكز، وهي فيها بعض الخلافات قليلة، ولكن الأدنى، الحد الأدنى هي 80 قرونة، هذه زكاة الفطر 80 قرونة، ومن زاد فوق ذلك زاد الله له في الأجر والثواب. فالإنسان لا بأس أنه يخرج أكثر من 100 قرونة، لا بأس، هذا كله أجر وثواب، يقدم لنفسه وما تقدموا لأنفسكم. هذا فيما يخص زكاة الفطر. أما الفدية للذي لا يستطيع الصوم، عنده مرض مزمن لا يرجى برؤه، فهذا يفدي على كل يوم إطعام مسكين، على كل يوم إطعام مسكين، وقدر ذلك 70 قرونة، هي أقل بقليل من زكاة الفطر. فإن شاء الله نحاول أن نخرج هذه الواجبات علينا بإذن الله عز وجل. ومن أراد إرسالها على سويش المسجد فليكتب زكاة الفطر أو فدية، المهم يكتب زكاة الفطر، سواء على الفدية أو على زكاة الفطر، يكتب زكاة الفطر، حتى لأنها لا تصرف إلا للفقراء والمساكين. بالنسبة لزكاة الفطر لا يجوز إلا في حق الفقراء والمساكين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أغنوه يوم العيد، فهي استغناء الفقير في يوم العيد حتى لا يعني يخرج إلى الناس ويسعى. فهذا هو إن شاء الله الحكمة منها، جزاكم الله خيرا، فاجتهدوا في هذا الأمر بإذن الله عز وجل. أما زكاة المال، زكاة المال كما في علمكم جميعا فهي 2.5%، 2.5% هذا هو قدر زكاة الفطر، زكاة المال عفوا، زكاة المال. ويجوز إعطاؤها حتى في للمسجد، فلا بأس إن شاء الله عز وجل. بعض العلماء جوز هذا لأن هنا في هذا البلد ليس هناك جهة رسمية دينية تدعم المساجد،
فلذلك يجوز دفعها إلى المسجد بإذن الله سبحانه وتعالى حتى نستعين بها على دفع الإيجار. وكذلك إذا قدر الله سبحانه وتعالى إن شاء الله بدأنا بنا، بارك الله فيكم. نقطة أخرى جزاكم الله خيرا ولا تنسوها هذه، فالإخوة الذين لم يسجلوا في ورقة الأوتجير هذه فليسجل نفسه بارك الله فيكم، فهي صدقة جارية. فهذا المسجد تعرفون أيها الإخوة الكرام نحن ندفع الإيجار في كل شهر، وأنتم تعرفون الثمن ثمن باهظ، حتى نحصل على هذا المكان ونؤدي في هذه الصلاة ونستفيد من هذه الروحانيات، فلا بد من التعاون جزاكم الله خيرا. فالإنسان يسجل نفسه في هذه الأوتجيرو 100 كرونة على قد يعني هي أقل شيء، وإذا سجل الإنسان 200 أو 3 فذلك يبعثه إلى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا، وقوموا لصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك سوء وشر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد ربنا على ما أعطيت ولك الشكر ربنا على ما قضيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك
ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثغرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ومستقرنا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اغفر ذنوبنا أجمعين، اللهم اغفر ذنوبنا أجمعين، اللهم تقبل أعمالنا، اللهم تقبل صيامنا، وتقبل قيامنا، وتقبل طاعاتنا، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا عزيز يا غفور. اللهم هب لنا من أمرنا رشدا، اللهم هب لنا من أمرنا رشدا، اللهم زك نفوسنا، اللهم زك نفوسنا، اللهم أنت وليها ومولاها، اللهم أنت وليها ومولاها، أنت خير من زكاها. اللهم يا ربنا زك أنفسنا يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا إلى أحد من خلقك يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم رد بالمسلمين إلى كتابك وإلى سنة نبيك، اللهم رد بهذه الأمة ردا جميلا. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير وأعنه عليه يا رب العالمين، ومن أراد بالإسلام والمسلمين كيدا فاللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر أعدائك بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين، اللهم اكفنا شر أعدائك بما شئت وكيف شئت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشايخنا ولمن لهم الحق علينا من المسلمين والمسلمات.
اللهم اغفر لهم وارحمهم وأكرم نزلهم وأسكنهم فسيح جنانك يا رب العالمين، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. إخوة الكرام جزاكم الله خيرا، جاء أخ لنا يصلي معنا هنا ونحن والأذان يؤذن هنا، فطلب منا أن ندعو لأحد أقاربه توفي في ستوكهولم، ف جزاكم الله خير. وانا نسيت في الحقيقه، لم اقول لكم في الاول، حتى الان نزلت الى السجود ثم تذكرته، سبحان الله العظيم. فنسال الله سبحانه وتعالى وله المغفره، اللهم اغفر له وارحمه واكرم نزوله ووسع مدخله ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، واغسله اللهم بالماء والثلج والبرد، اللهم افسح له في قبره واجعل قبره روضه من رياض الجنه وعلاج على حفره من حفر النار يا رب العالمين، اللهم اسكنه فسيح جنانك والحقه باوليائك، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. صلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين. بسم الله. شيخ راؤوف يريد يقول شيء. السلام عليكم. 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 Så innan ni är här iväg, ni vill bara påminna om zakat al-fitr och zakat al-fidya. De som inte fastar har anledningen inte fastar. Så det är viktigt att vi har ju publicerat i vår Facebook. Zakat al-fitr är 80 kronor. Och den som ger mer, Allah subhanahu wa ta'ala ger mer. Och fidya är 70 kronor per dag. Per dag, fidya till siyam. Och den tredje är autogiron. Autogiron som vi har idag, 105 av den totala befolkningen som vi har i Karlstad. Och det är jätteskämt. Vi tackar alla som är deltagande i autogiron. Det är 105 pers som har bidragit, ger månads bidrag till moskén. Bara 105. Så tänk dig, är du en av dem dessa? Här, innan vi kommer in i bönen,
vår bröder har kommit in i rummet och sa att hans kollega dog. Hans kollega dog. Så tänk dig, när som helst du kan dö, så tänk på de här sakerna. Var månadsgivare till moskén, subhanallah. Vi är mer än 1000 pers och det är bara 105 pers som är skrivet. Och vi kommer inshallah lägga listan här. Vi tackar alla som är bidragande och vi vill att ni ska vara till, bidragande till moskén. Så det är viktigt att tänka på de här. Så denna moskén är inte gratis. Minst kostar 45 000 per månad. Och 105 personer som är deltagare eller månadsgivare kommer in nästan 20-21 000 per månad. Innebär halva, till och med halva har vi inte fått in. Jazakumullah khair.